بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي من جديد في الوحدة الثانية التي تحولات النووية بعد أن درسنا الجزء الأول وهو النشاط الإشاعي وتناقص النشاط الإشاعي. سوف نتطرق في هذا الجزء من الوحدة إلى التفاعلات النووية. تفاعلات نووية أو الانشطار والاندماج. التفاعلات إذا في هذا الجزء من الوحدة التفاعلات النووية. وقبل الوصول إلى التفاعلات النووية سوف نتعرف على علاقات. أول علاقة هي علاقة أينشتاين واحد، علاقة أينشتاين وهي العلاقة بين الطاقة والكتلة، أو العلاقة بين الطاقة والكتلة. إذن في عام 1905 توصل العالم أينشتاين إلى وضع علاقة تربط بين جسم في حالة سكون في معنى ما وطاقته، وسميت هذه الطاقة بطاقة السكونية. وكانت العبارة كالتالي: E هي الطاقة تساوي إلى M تساوي إلى M في C مربع، حيث E هي طاقة الكتلة، وتكون بالجول. M هي كتلة الجسم، كتلة الجسم وتكون بالكيلوغرام. C هي سرعة الضوء في الفراغ، وهي مقدار ثابت، وتكون بالمتر على الثانية، متر ثانية قوة ناقص واحد، وهي قيمة ثابتة، حيث سي تساوي 3 في 10 قوة 8 متر ثانية قوة ناقص واحد. إذا هي قيمة ثابتة. إذا في هذه العلاقة يمكن تلخيصها، وهي أن كل جسم له كتلة يكسب أو يمتلك طاقة سكونية تسمى بطاقة الكتلة، تحسب بالعبارة M في C مربع. نلاحظ في هذه العبارة أن المقدار C ثابت، أي إذا تغيرت الطاقة يجب أن تتغير الكتلة. إذا حدث تغير في الطاقة، أي إذا اكتسب الجسم وهو في حالة سكون طاقة أو فقد طاقة، سوف يكون هناك تغير في الكتلة. إذن يمكن كتابة هذه العبارة بالعلاقة دلتا E أي تغير في الطاقة يساوي إلى دلتا M تغير في الكتلة في C مربع. أن السي مربع ثابت، أي أن الطاقة تتغير بدلالة الكتلة، ومنه يكون هذه العبارة هذا تغير طاقة الجسم، تغير الكتلة،
أي أن الطاقة تتعلق بالكتلة، وسوف نلتقي في عنصر آخر بعد قليل.